الحديث عن الجماهير لهذه المباراة انطلق منذ 4 أيام، بالبداية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات والمؤازرة للفريقين، وانتقل أيضا إلى الميدان منذ ساعات الصباح الأولى ربما من الفجر بانطلاق نادي الزوراء والجوية الجماهير بالحافلات طريق 6 ساعات. مثل ما تعرفوا هم يهتفون للجوية كان أو للزوراء، فماذا سيكون على المدرجات؟ عامل ضغط على اللاعبين لو ربما عامل إيجابي؟ أكيد هو كل الأحوال الحضور الجماهيري هو عامل إيجابي للفريق، لكن نتمنى إحنا أنه يكون مثل ما عهدناهم أنه تشجيع حضاري في سبيل قصة طيبة عن ملاعبنا وعن قدرتها على احتضان المباريات والمناسبات الدولية والقارية. السؤال عن مباراة الإياب، ما تفيدنا الحافلات؟ ما راح توصل إلى الدوحة. هذا القرار أو هذا الاختيار لملعب قطر كان الاختيار فني من قبل الكادر التدريبي أو إداري؟ الجمهور الزوراء يسأل طبعا. لا، هو مثل هيك قرارات هي طبعا أكيد الإدارة صاحبة الرأي الأول والأخير، لكن إحنا أيضا أن يعني علاقة بالأمر. الموضوع مو مثل ما تصور على مواقع التواصل وبعض القنوات الفضائية. الهاجس اللي بداخلنا احنا كان همنا الاول هو انه يتم طرح الموضوع كربلاء والبصرة، وهي فرصة انه يوصل صوتنا للاتحاد الآسيوي والدولي لرفع الحظر عن هذه الملاعب.